تتميز أيام شهر رمضان المبارك بأجواء مختلفة عن باقي أيام العام، وخاصة خلال الليل الذي يحييه المسلمون بالعبادات ويتناولون خلاله الطعام الذي يمتنعون عنه طوال ساعات النهار، ويقومون ببعض الأنشطة التي لا يقومون عليها خلال الصيام. ويربط الكثير من الناس بين رمضان والوجبات في وقت متأخر من الليل، مما يغير نمط حياة المجتمع. خلال شهر رمضان يبدأ العمل في وقت متأخر، وتفتح الأسواق في المساء، وتزداد اللقاءات الاجتماعية مع الأقارب والأصدقاء، ونتيجة لذلك يواجه المرء نقصا حادا في النوم خلال الليل. كل هذا يسبب الكسل والنعاس وتقلبات المزاج أثناء النهار. مع أن الموضوع سهل، يا عزيزي نظم وقتك، مواعيد نومك، ورتب جدولك وراح تدعي لي. بالمختصر المفيد، العشوائية في كل شيء تجعل الدنيا كئيبة والحياة مملة. يا أخي امسك ورقة وقلم واعمل لك قائمة المهمات اليومية وراح تشوف الفرق، وراح تدعي لي. طابت أيامكم.